هلا يا نور، وصلنا لفقرتنا الطبية لليوم ورح نحكي عن تصبغات الأسنان. شو هي تصبغات الأسنان؟ هل هي منشأ ولادي أم مع الأيام بتنشأ؟ وهي دائما أكيد بتهدد الابتسامة، لتبقى ابتسامتنا كثير حلوة. بصرنا نرحب اليوم بالدكتور محمد شيشكلي، أخصائي في علاج الأسنان وتجميلها. صباح الخير دكتور، صباح النور، يسعد صباحك ابتسامي دائما. يسعد صباحكم أهلا وسهلا يسعد فيك. صباحك دكتور. خلينا بالبداية نعرف للمشاهدين شو هي تصبغات الأسنان، وتختلف تصبغات الأسنان يمكن. هلأ قبل ما نعرف تصبغات الأسنان خلينا نحكي عن اللون الطبيعي اللي لازم يشوفه المريض على أسنانه أو الإنسان طبيعي على أسنانه. ألوان الأسنان طبيعية بتتدرج من الرمادي المصفر للأبيض المصفر، يعني إحنا ما عندنا ابتسامة ناصعة البياض إلا بحالات نادرة. طبعا هذا الشيء او هذا اللون بيكتسبه الانسان عن طريق الانعكاسات الضوئيه اللي بتصير على طبقات الاسنان، اللي بتبلش بالمينا بالعاج وبالملاط اللي فيه اللب او العصب السني. تصبغات الاسنان بتختلف، يعني هي عده اقسام. تصبغات اللي نحن بنقولها تصبغات الخارجيه اللي هي سببها بيكون اي شيء خارجي بيتعرض له المينا او بيتعرض له العاج، والتصبغات الجوهريه او الداخليه اللي ممكن تصير بسبب اسباب جينيه، بسبب الادويه او بسبب امراض ثانيه جهازيه بالجسم. هلا احنا كثير بنشوف في اطفال يمكن اول ما يبلشوا يطلعوا اسنانهم بيطلع فيهم تصبغات. صح. هون يمكن الاهل بخافوا بيتلبكوا انه صح نعطيهم دواء او صح نستخدم لهم معجون اسنان. خلينا نحكي عن هي التصبغات. هلا بشكل عام الاطفال اللي بنشوف عندهم تصبغات مبكرة، نحن بدنا نرجع دائما للقصة اللي كانت عند الأم الحامل أو القصة الجينية أو الوراثية عند الأهل. يعني نحن عندنا عدة أسباب لحتى يصير تصبغات عند الأطفال. تناول أو أخذ التتراسايكلينات، أدوية الالتهاب عند الأم الحامل تعمل تصبغ تتراسايكليني عند الطفل بالفترة اللي بتطلع فيها الأسنان اللبنية، أو حتى يعني للأسف تكون المشكلة هي بالأسنان الدائمة. يعني إذا كانت المشكلة بالأسنان اللبنية هي مشكلة كتير بسيطة قدام ما تكون بالأسنان الدائمة. أحيانا المناطق اللي فيها كمية فلور زيادة بالمي بتشكل تصبغات، بتشكل تصبغات عند الأطفال. طبعا الشيء الصحيح والحل الصح انه نحن نزور طبيب الأسنان وهو يشخص الحالة بشكل صحيح ويعطينا العلاج. ويمكن كمان عادات سلوكية بحياتنا اليومية، طبعاً يعني طبعاً من طبعاً. خلال بعض المأكولات، يمكن شرب القهوة بشكل مستمر، نحن بشكل التدخين. عام كشعب شرقي او شعب بمنطقتنا نحن بنشرب شاي وقهوة كثير. الشاي والقهوة هنا من اهم اسباب التصبغ الأسنان، والشاي تحديدا. فكل هي الاسباب اللي انت عم تذكريها هي من اسباب التصبغ، غير الاسباب الثانيه اللي ذكرناها قبل اللي هي الاسباب الجهازيه او الجينيه. يعني المرضى الاطفال اللي عندهم كساح، ادويه الاكتئاب، ادويه الضغط، ارتفاع البيلاروبين، احيانا كل هي الاسباب هي احيانا أسباب يمكن التصبغ. اللعاب كمان بسبب بعض الافرازات طبعا اللعاب بتأثر. احيانا الرد اللي بيصير على الاسنان، يعني بيرجع بقول لك ممكن شخص او طفل او شخص كبير يوقع على سنه يصير في مشكله بالعصب. هذا من انواع التصبغات الجوهريه اللي حكينا عنها انه هي من داخل السن مو شيء خارجي على السن. نعم دكتور، لكان نحن هيك اطلعنا بشكل سريع على بعض الاسباب يلي بتسبب التصبغات. خلينا ننتقل للعلاج، ان كان للاسنان اللبنيه اللي فيها تصبغ او للاسنان يلي صارت من حياتنا دائم. السلوكيه او من منشا عصبي مثل ما ذكرت. تمام. هلا بشكل عام نرجع لنفس النقطه انه لنوصل لعلاج نحن بدنا تشخيص صح. نحن بدنا نرجع للقصه المرضيه الكامله لهذا المريض. يعني نحن مو الفكره بس انه نحن نعطي علاج للتصبغات علاج عبثي اللي هو مثلا تبييض او عدسات او نحن بدنا نعرف المنشا او السبب لحتى نقدر نلغي هالتصبغات. واحيانا للاسف ما فينا نتداخل على التصبغات، يعني نحن حالات التبقع الفلوري نحن مثلا ما فينا نعمل تبييض ليزري او تبييض لمريضنا لانه نحن حنعمل شكل طبشوري عند المريض. فغالبا العلاجات بتكون إذا كانت التصبغات خارجية في عندنا العلاجات البسيطة اللي هي التقليح بالعيادة السنية أو تنظيف الأسنان بالعيادة السنية، زيادة توعية عند المريض بتفريش الأسنان أو بتنظيف الأسنان. إذا كانت التصبغات داخلية أو لسبب عصبي فنحن بدنا نلجأ لأخصائي العصب، نعمل معالجة عصب جيدة، نعمل شيء اسمه تبييض داخلي للسن ونتركه فترة معينة اللي هي أسبوع أو 10 أيام لحتى ياخذ يرجع للونه الطبيعي، بعدها ممكن نلجأ للعلاجات الثانية. هلا في الحالات الكثير معقده اللي هي بيكون فيها سوء تصنع مينائي او تبقع فلوري، يعني في تعمم بالتصبغات على الاسنان وهي خليط بين التصبغات الداخليه والخارجيه. لا يمكن عند كبار السن اكثر ولا تختلف؟ هلا كثير نقطه حلوه اللي حكيتيها موضوع كبار السن، كمان
التقدم بالعمر العاج مانو مثل المينا. المينا بتحس هو شيء لانه بس يكبر الواحد بالعمر بتلاقي اللون السن تماماً بيتغير. تمام. ليش؟ لانه نحن المينا عندنا ما بيتكرر بالسن او ما بيرجع يعني ما بيرجع بيجدد نفسه، بس العاج بشكل عاج اولي وعاج ثانوي وعاج ثالثي حتى احيانا، يعني نحن بنقول لهم دنتين سكندري دنتين تيرشري دنتين. فتكون هالعاج او زياده وجود عاج باسنان الاشخاص الكبار بالعمر، هذا الشيء بيخلي لون اسنانهم يصير داكن اكثر. فبشكل عام هي الحالات اللي بتكون كثير عصيه على انه نحن بالتنظيف او بالطبيب العادي نروح التصبغات، ممكن نلجا للحلول التجميليه اللي منها العدسات او الفينيرز او التلبيس. يعني برجع بقول لك حسب تشخيص حاله مريضنا بالضبط. طيب عند كبار السن كمان نفس الحلول؟ هي نفس الحلول. يعني نحن دائما قدامنا خيارين، شو نوع تصبغاتنا داخلي او خارجي، فنحن بنلجا للحلول. بتبتدي بالتنظيف بالعياده وزياده التوعيه للمريض لنوصل للتبييض او للعدسات او للشيء التجميلي. نعم دكتور، خلينا شوي نتطرق لموضوع الحشوات وانواعها، موضوع التفاصيل التجميليه يمكن لحتى نغطي التصبغات او تكون هي احد اسباب علاجيه للتصبغات، ويمكن لاي اسنان هي بتكون صحيحه او لا. هلا بشكل عام الحشوات تطورت كثير عن الشيء اللي كنا نشوفه قبل. الحشوات الزئبقيه القديمه او الحشوات المعدنيه مثل ما بيعرفوها المرضى، وهي كمان احد اسباب تصبغات الاسنان، لانه ابخره الزئبق اللي بتطلع من الحشوات المعدنيه تعمل تصبغ للاسنان وللثه حتى. فالاتجاه تماما، فالاتجاه ده صار عالميا للحشوات التجميليه، لانه الحشوات التجميليه الجديده اللي هي اغلبيتها من مشتقات ماده الكومبومير او الكومبوزيت صارت عم تعطينا نفس ميزات الحشوه المعدنيه من ناحيه الصلابه والمتانه بشكل تجميلي اكبر. هلا امتى بنستخدم هي الحشوات؟ مو لنغطي تصبغات، نحن بنستخدمها بعد ما نشيل هالبؤره النخريه، نحفر او نحن مثل ما بنقول نحفر او مثل ما بيعرف المرضى، بس نحن فعليا عم ننظف هالبؤره النخريه ونغطي محلها. يعني نحن لما نترك العاج والمينا مكشوف ولحتى المريض وظيفيا يعني يقدر يرجع ينظف، فنحن بنغطي بهي الحشوات. هلا الجيل لسه الاحدث من الحشوات التجميليه هو الحشوات التجميليه اللي بتصير نحن بنقولها indirect restoration، يعني هو مو العلاج اللي بيصير عند الدكتور، يعني هي حشوة تجميلية من نفس مادة الفينيرز أو من نفس مادة التلبيسات اللي هي مادة الإيماكس. نحن بنشيل النخر عند المريض، بناخد طبعة نبعتها على المخبر، المخبر بيعملنا حشوة من مادة الإيماكس وبيرجع لنا اياها. هي الحشوة نحن بنرجع بنلزقها على سن المريض. هلا هي الحشوات ليش هي طيان أكثر؟ تماما، هي متينة أكثر، نسبة التسريب فيها كثير قليلة، شكلها بيكون كثير قريب لشكل السن الطبيعي. يعني ممكن انت للحظة اذا طلعتي على سن ما تعرفي اذا هذا السن محشي او لا. بس في كثير من الحشوات يمكن بعد فترة من الزمن بتحس في فرق بالالوان بالسن، بتغير لون. يعني بتغير لون الحشوة، بيصير في فرق بين لون الحشوة والسن. والسن تماما. شو السبب؟ السبب انه بشكل عام الحشوات بتتصبغ اسرع من الاسنان، هي نقطة. النقطة الثانية واللي ممكن نحلها بموضوع حشوات الايماكس، انه غالبا ما بيكون في تطابق لوني كبير بين الحشوة والسن. فمع مرور الوقت وبوجود المصبغات، ولانه الحشوات غالبا بتكون سطحها اخشن من السن الطبيعي، فبتاخذ تصبغ بشكل اكبر. هي المشكله انحلت بشكل كثير كبير بالحشوات التجميليه او بالحشوات الايماكس تحديدا، بس لسه شوي يعني وعي المرضى او انتشار الموضوع عند المرضى ما انه كثير كبير. خلينا بالشق التجميلي من الحشوات ونحكي يمكن في كثير مظاهر تجميليه هي بتنقضى بالحشوه الضوئيه، ولكن بتشوف المريض انه لا انا بدي اعمل فينير او بدي اعمل لومينير، فانت اي اكثر شيء بتوجهه للمسار الصحيح؟ هلا والله ليك لك شغله، يعني انا اذا كان مثلا فرق ما سبق كنا عم نحكي. هلا دائما نحن عندنا مريض، يعني بالموضوع التجميلي نحن ما كثير بنقول لهذا الشخص مريض الا اذا كان بحاجه تجميل، او نحن بنسميه الشيء اللي بنقول له الالكتيف بيشنت او المريض اللي هو مو مريض فعليا، يعني هو جاي طالب شيء تجميلي بس. فهون بيكون دائما يعني هون بيكون اللوم الاكبر على الطبيب انه يوجه مريضه او مريضته انه نحن ليش بدنا نعمل تجميل. اوكي نحن مثلا عندنا فراغ بين سنين او بين ثلاث اسنان، نحن ممكن مثل ما تفضلتي حضرتك ممكن نسد هذا الفراغ بحشوه تجميليه، او ممكن نلجا لشيء مثلا اللي نحن بنسميه مو الفينيرز، الادد فينيرز، يعني هي اجزاء بسيطه يعني عدسه بس تسكر هالجزء هذا هالفراغ. بس قد ما كان كبير تمام بيمشي الحال. هلا لا مو قد ما كان كبير، يعني كمان بالنهايه نحن ما فينا نعرض الاسنان كثير. يعني بالنهايه هو بده يكون تشخيص صح من الطبيب ويقدر يوجه مريضه للنقطه اللي تعطي حل المشكله باقل اضرار على الاسنان.
يعني مو الفكره نحن انه نحط المريض ونعمل له فينيرز او نعمل له ابتسامه، بس انه الافضل مقابل يعني الحشوه للفرق ولا الفينير لا، نحن اكيد اذا تقنيه الادد فينيرز كانت موجوده عند الطبيب وفي قدره لتنفيذها، لا فهي اكيد الطريقه الاحسن، انه مثل ما تفضلتي حضرتك الحشوات معرضه للكسر معرضه للتصبغ، فنحن لا اذا في شيء ممكن يدوم اكثر ويساعد اكثر اكيد هو الافضل. بس هلا عم نشوف مثلا الفينير واللومينير مجتاح حياتنا بشكل كثير كبير، اكيد قديش بتفضل انه الشخص ممكن يعمل لومينير او فينير اذا كانت اسنانه سليمه؟ لانه في احيانا بيكون استغناء عن الاسنان الاساسيه بشكل اذا بدنا نقول اذا 50 لـ60%. هلا لا هو ما هو استغناء عن الاسنان، يعني بالنهايه نحن صار فينا نقدر نعمل فينيرز او لومينيرز باقل برد ممكن للاسنان، اللي هو 3 دوزيام او دوزيامين او حتى دوزيام احيانا، واحيانا بريكليس يعني بدون برد نهائيا. بس قديش نحن بحاجه، يعني برجع بقول لك هو شيء رفاهي، ما هو شيء نحن بحاجته، يعني المريض هو حاسس حاله بحاجه تجميل، هذا بيختلف الكل عن المريض. بحاجة بحس هلا يعني احيانا بتلاقي في عالم اسنانه يعني هي عدوى، مو معقوله لانه قاعده انت اسنانك طبيعيين وحدا اسنانه لولو مثلا صف اللولو يعني بشكل عام اصلا موضوع صف اللولو او هذا اللون الفاقع جدا ما عاد هو عالميا هو موضه، يعني الموضه هلا هو نحن كيف عم نقلد الاسنان الطبيعيه، اكيد بشكل تجميلي وبلون اكيد حلو، بس مو بهي الالوان اللي نحن بنشوفها كثير بالكي وكثير يعني مثل ضوء الفلاش او مثل ما تفضلت يعني لولو او نيونه. فبرجع بقول لك نحن مو دائما، يعني نحن ما فيني اقول لك انه نحن عم ناذي لما عم نعمل تجميل، بس مثل ما سبق وقلت يعني نحن اذا اسنان سليمه وابتسامه جيده نحن اكيد ما لنا بحاجه. نعم دكتور، خلينا نحكي عن ما بعد الفينير وما بعد الحشوات الضوئيه، بنشوف يمكن كثير من الفينيرات بهروا او بينقبعوا بيتلزقوا مره ومرتين وثلاثه، ولكن طبعا يعني كل شيء تجميلي له كمان مساوئ، يعني مو بس الحشوه ما لها وقت وما لها متاني، كمان ايضا في مشاكل تجميليه. خلينا نتطرق لما نظلم نحن العلاج التجميلي غالبا التطبيق السيء من الطبيب هو اللي بيؤدي لهي النتائج، واحيانا المواد غير متوفره المواد تماماً. المنيحه هلا لا لا شغله، نحن بالنواحي التجميليه دائما وباي ناحيه نحن دائما نلجا للمواد المنيحه، يعني ما فينا نحن اذا المواد المنيحه مو موجوده بنلجا للشيء المو منيح، لا نحن بنهايه عم نعمل شيء تجميلي. قصدي انه مو منيح، قصدي انه كمان وضع البلد ما كثير بيسمح لك انك انت يمكن تمام ممكن ايه احيانا يكون في انقطاع بشويه مواد، بس الفكره انه نحن التطبيق السيء اللي عم يصير او تدخل الكثير من الغير اخصائيين بمجال التجميل هو اللي عم يسبب هي النتائج الكارثيه، لانه نحن مثلا مريض او مريضه قاعد هرت عدسه. هلا طبعا بدنا نحط ببالنا كمان انه هو كثير اختلاط شائع، يعني ممكن يصير هذا الشيء، مو دائما نحن بنحط اللوم على الطبيب او على المريض، لانه ممكن يكون نفور او لاصق تماما تماما، ممكن كثير اسباب، ممكن الرد بسبب صرير ليلي عند المريضه يخلي عدسه توقع مثلا، بس بالنهايه طالما في تطبيق صح وبنرجع لنفس الفكره التشخيص الصح، يعني نحن مثلا ممكن الاسنان ممكن تاخذ فينيرز في سن مثلا فيه حشوه كبيره او سن مسحوب عصبه، هذا السن ما بتقدري تحطي عليه فينيرز لانه بعد 24 ساعه او 48 ساعه واسبوع رح توقع العدسه. فالتشخيص الصح والتطبيق الصح بجنبنا كل هي المساوئ اللي منها الموضوع اللي تفضلت فيه اللي هو انه توقع عدسه او يصير التهاب لثوي او يصير رائحه فم كريهه، كل هي المشاكل هي مشاكل كارثيه بتكون عند مرضى التجميل. ولنوصل للمواضيع الاكثر يعني اللي هي الخراشات او تموتات العصب. طيب خلينا نحكي الفينير واللومينير، اليوم بالبلد في لومينير؟ لكن لا يقال انه هلا الفينير موجود، يعني بس في شيء لومينير اللي هو العدسه اللاصقه للرئه، نحن موجود عندنا ولا كمان؟ هلا لكن بدنا نحكي نقطه كثير مهمه، اللومينير هي شركه بامريكا او هي براند تجاري بامريكا. فنحن تيمنا بهي الشركه لانه ما في عندنا وكلاء لهي الشركه، يعني فعليا نحن ما عندنا وكيل رئيسي لهي الشركه، هي الشركه اللي اخترعت فكره البريبليس فينير او العدسات اللي بدون برد. فنحن تيمنا فيها بنقول انه اي شيء بنعمله بدون برد للاسنان بنقول له لومينير، هي نقطه. النقطه الثانيه الفينير واللومينير ما هو خيار المرضى، هو خيار الطبيب، و10% من مرضانا بس اللي ممكن نستخدم لهم تقنيه اللومينير حتى لو كانت موجوده فعليا يعني او ما انها موجوده فعليا. 10% بس من مرضى التجميل اللي ممكن نستخدم لهم اللومينير، لان عندهم ارتصاف سليم، ما عندهم بروز بالفك، ما عندهم حجم اسنان كبير، فهي مو خيار مريض هي خيار الطبيب. 90% من مرضى التجميل بنلجأ عندهم للفينيرز مو لللومينير. نعم.
نعم دكتور، يمكن خلينا نحكي نصائح بتقدمها لكل المشاهدين ولكل حدا من أجل تصبغات الأسنان ومن أجل يمكن الحفاظ على أسنانهم السليمة والابتعاد أو يمكن ما يلجأوا بسبب الإهمال لشيء تجميلي. هلا هي أهم نقطة أنت ذكرت فيها سبب الإهمال. يعني نحن عندنا سياسة للأسف إنه نحن ما بنزور عيادة طبيب الأسنان إلا بحالة المشكلة، حالة رعب بتشكل عند تماما كلياتنا عندنا فوبيا من عيادة الأسنان، سببها قصة قديمة بالطفولة أو بشكل عام نحن فايتين على مكان فيه ألم. هلأ فكرة الإهمال هي أهم فكرة، ليش؟ لأنه بطب الأسنان تحديدا غالبا لنوصل نحن لمرحلة الوجع بتكون المشكلة كثير متفاقمة، فنحن بنوصل لعند الطبيب بمشكلة كبيرة. هي نقطة. النقطة الثانية أو النصائح الثانية يعني اللي هي كثير واضحة اللي هي فرشاة الأسنان والخيط، يعني هن مانن كثير شيء صعب، بالعكس يعني خيط ثقافة أي حدا ممكن يعرفه، يعني بعيدا عن الخيط اللي هو يمكن شوي ثقافته جديدة، بس فرشاة الأسنان. هلأ أهم الفرشايات اللي ممكن نحن نعملها هي الصبح أول ما نفيق من النوم وقبل النوم وبعد كل وجبة، وما يتجاوز بعد الوجبة نص ساعة، لأنه نحن في عنا بي اتش أو حموضة اللعاب بعد نص ساعة تبلش ترتفع فتعمل بؤر نخرية، فهي هي أهم شيء. وطبعا أكيد الأفضل أنه نحن نضيف الخيط على الأقل إذا مو كل يوم، يوم أي يوم لا أو مرتين بالأسبوع، وزيارة طبيب أسنان دورية كل 6 شهور. كل 6 شهور والمعالجة اللثوية كل 6 شهور. إيه ممكن نحن كل 6 شهور نعمل تماماً نعمل تقليح، نشيل التصبغات والترسبات اللي سببها الشاي والقهوة والتدخين والأرجيلة، كمان هي العادات اللي نحن صرنا كل يوم تقريباً نعملها وأغلبنا بيعملها. طب في شيء هيك على السريع قبل ما نقول لك شكراً، في شيء يعني هيك وقائي أو في شيء لحتى إنه الشاي والقهوة وهدول التفاصيل التفريش أو على الأقل مضمضة فورا طبعا بالمي، مو بأي منتجات تانية بنجيبها من السلاجة، ما هو بدك تشرب فنجان القهوة هيك يعني، ما هو المشكلة فنجان القهوة مرتبط فيه السيجارة ومرتبط فيه الأرجيلة ومرتبط، فنحن على الأقل مشان ما نفرش مثلا كل ساعة ونزيد تفريش ممكن مضمضة بس. أوكي ماشي، شكرا دكتور، شكرا ماشي كثير لكل شيء قدمت لنا إياه وللمعلومات. شكرا لك دكتور محمد، شكلي على النصائح اللي قدمت لنا إياها اليوم، شكرا كثير لك.